في حلقة اليوم سنتحدث عن الإبحار إلى روما، أعزائي من منطقة قصاري عند البحر الأبيض المتوسط، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة رح نتحدث عن رحلة بولس إلى روما وهو سجين من هذه المنطقة، من منطقة قصاريا. اسم قصاريا نسبة إلى أغسطس قيصر، بناها هيرودس الملك الكبير تخليداً وتكريماً له أن يأتي إلى هذا المكان، لكنه لم يأتي. تعتبر المدينة التجارية لأنه بنى فيها ميناء عظيم جداً، هذا الميناء كان يخدم للأمور التجارية في هذا المكان. تعتبر أيضاً المدينة السياسية والتي تقوم بالشؤون الإدارية في أيام بولس الرسول لكل أنحاء البلاد من هذا المكان. كانت الكتائب العسكرية موجودة في هذا المكان في منطقة قصاريا. تستطيع أن ترى عدة أبنية في هذه المنطقة، المسرح الكبير للفن والموسيقى، هذا المسرح الآخر كان لسباق الخيل والمصارعة أو الرياضة. تستطيع أن ترى تماثيل وأعمدة ومعابد وهياكل، وأيضا اكتشفوا أثرات لكنائس بيزنطية في هذا المكان. وطبعا بولس كان موجود في السجن لفترة سنتين. بعد المحاكمة قدم دعواه إلى قيصر، وبالفعل أعطوه هذه الدعوة وذهب أخذ سفينة من هذا البحر، البحر الأبيض المتوسط، من الميناء من هنا إلى روما عن طريق البحر، لكنه وصل إلى روما وهو سجين. القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أعزائي من منطقة قصاريا عند البحر الأبيض المتوسط، أواصل حديثي عن رحلة بولس الرسول إلى روما. أخذ السفينة من هذا البحر الأبيض المتوسط وصار في رحلة طويلة وشاقة أيضاً، ما كانتش سهلة، لكن كان عارف أنه موجود في مركز إرادة الله. استخدموا الرب أن يكون مبشر وكارز أيضاً بالسفينة، استخدموا أيضاً أن يكون مستشار، واستخدموا أيضاً أن يكون شخص عملي يساعد في السفينة، ولا سيما عندما صاموا وواجهوا العواصف الشديدة ساعدهن أنه يأكلوا وطمنهن وشجعهن أنه الله راح ينجيهن ويباركهن أيضاً. طبعاً الوصول إلى روما ما كانش سهل، انكسرت السفينة، مكثوا 3 شهور في منطقة مليطة أو جزيرة مليطة. استخدم الرب بولس الرسول بشفاء أبو رئيس الجزيرة، وجاءوا بمرضى كثيرون وشفاهم الرسول بولس. ومن هناك انطلقوا بالسفينة إلى روما، وصولا طبعا إلى الميناء الرئيسي والرسمي في روما بيطلي. وهناك طبعا وانت ماشي أكيد رح تشوف الأسطول الروماني العظيم جدا. أريد أن أقول إنه كل شخص في العالم في أيام بولس الرسول كان يتمنى أن يشوف روما، كان يسمع عن عظمة وضخامة روما. روما كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، المركز الرئيسي لكل الإمبراطورية، أعظم مدينة في العالم، عدد سكانها يزيد عن 1,000,000 نسمة، مبنية على 7 تلال قريبة من نهر التايبر، وهذا النهر يلتقي بالبحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها منطقة استراتيجية وجميلة جدا، فكل العالم كان يأتي إليها إما للتجارة
إما للسياحة وإما للعبادة. ذهب بولس طبعا مش كحر، ذهب كأسير، والله استخدم بولس الرسول من سجن روما، روما العظيمة اللي نفذت أو بسطت نفوذها وقوتها وتأثيرها على كل الأرض. وصلت روما إلى العصر الذهبي أيام أغسطس قيصر، وأنا في قيصاريا هي بنيت هذه البلد تخليدا وتكريما لأغسطس قيصر، بناها هيرودس الكبير. طبعا أي شخص بفوت على روما لابد أن يرى أنها مليئة بالأبنية الجميلة، منها الفورم أو الأجورا، ساحة الميدان العام، المنطقة التجارية والسياسية، ومكان العام كل الناس كانت تكون في منطقة الفورم، وأيضا المبنى الضخم الكبير الكولوسيوم التي كانت تقام به الألعاب الرياضية. بالواقع أكثر من 400 معبد مكرس للآلهة المختلفة في روما، ترى أبنية كبيرة، حمامات، أكوادكت، وطبعا الأقواس التي تخلد وتكرم المنتصرين، منها قوس تيتوس وهياكل. لكن أريد أن أقول في الختام إنه روما كانت مركز للشر، اسمها كان بيرمز للشر كما كانت بابل أيضا. لكن بولس ذهب كأسير، وصل إلى روما وبشر روما برسالة المسيح، لأنه كان في مركز إرادة الله. هل حياتك بتشهد عن نعمة المسيح؟ هل حياتك بتشهد عن محبة المسيح؟ أم ما زلت خائف؟ ظل بولس الرسول سجينا في قيصرية لمدة عامين حتى رفع دعواه إلى قيصر، ثم أرسل الحاكم الروماني فيستوس بولس الرسول إلى روما كي تتم محاكمته هناك. فوضع بولس في أحد السفن المتجهة إلى المواني الواقعة على طول الساحل الأسيوي، وفي مايرا تم نقل بولس وبقية السجناء إلى سفينة عائدة إلى روما. ثم حدث بعد ذلك تحطم رهيب للسفينة، كانت نتيجته أن ألقى بولس وبقية السجناء على شاطئ مالطا بين الحياة والموت. وبعد أن قضى هناك 3 أشهر عاد بولس بسلام إلى روما، وينتهي سفر أعمال الرسل باعتقال بولس الرسول. ولكن ريحاً شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح، واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلاً عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك. فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
أبحر الرسول بولس من منطقة قيصاريا عند البحر الأبيض المتوسط، وطبعا ركب على سفينة هو وأسرى كثيرين. الطبيب لوقا يصف رحلة بولس في البحر وصف دقيق جدا، ويذهب إلى أماكن عديدة مارا بجانب آسيا حتى يصل إلى منطقة روما. السفر في تلك الأيام لم يكن سهلا بالسفينة، ما عندهن السفن مثل سفن الركاب في هذه الأيام، لكن السفن كانت سفن تجارية، كلما كانت السفينة أكبر كلما كانت هأمن. طبعا السفن الكبيرة هي التي كانت تزود بالقمح، وطبعا كان لازم يسافروا في فترات معينة في أيام الدفء وليس في أيام المطر والبرد، لكن لأنه رفع دعوى إلى قيصر فأخذ على سفينة وأخذ هذه الرحلة الطويلة الشاقة حتى يصل إلى قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية. عندما أبحر كان بالسفينة، والشيء الجميل أنه عمل معاملة لطيفة جدا وبرفق تام من قائد المئة داخل السفينة، حتى عندما وصلوا إلى منطقة صيدا أذن له أن يذهب ويرى أصدقائه ويتمتع معهم. كانت فكرة الرسول بولس ينبغي أن أرى روما، وعندما كتب إلى أهل روميا في الإصحاح الأول كان مشتاق أن يرى روما، لكن لسبب معين ولظرف معين أعاقه الشيطان. كانت الفكرة أنه يذهب إلى روما قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية، ومن هناك يمر أو يذهب إلى منطقة إسبانيا. التفاصيل الدقيقة جميل أنك تدرسها في الإصحاح 27 والإصحاح 28 من سفر أعمال الرسل، رح تتعلم وتستفيد كثير من هذه الرحلة. لكن ينبغي أن أذكر أنه في هذه الرحلة مع أنه كان أسير، لكن سمح أو أذن لبولس الرسول أن يأخذ اثنين معاه، واحد اسمه أرستخروس، وحتى يكون له الكفاءة أنه يجي مع بولس لازم يعلن أنه هو عبد لبولس. فتلقائيا من تلقاء نفسه واختيارا صمم أن يكون عبد لبولس الرسول حتى يخدم حاجاته. والشخص الثاني طبعا هو لوقا الطبيب، أي أنه يهتم بصحة وجسد بولس، من أجل هذا أذن لهم قائد المئة. وطبعا لوقا كان دايما مع بولس، ومن خلال الوصف الدقيق واضح أنه هو مؤرخ وكاتب مخضرم ورائع في الكتابة، بيصورها بطريقة إدرامية جميلة جدا، يصف رحلة بولس في البحر. لكن عندما وصل إلى منطقة إكريت بولس أعلن أنه راح يكون في عاصفة وأنه راح السفينة تتكسر، لكن ظهر له ملاك الرب، ظهر لبولس ووعده أنه لا يقع به أي أذى. والشيء الجميل والعجيب أيضا هو و276 شخص المسافرين على نفس السفينة. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم. فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال: مضى الآن 14 يوماً وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئاً، فأناشدكم أن تأكلوا طعاماً لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. ولما قال هذا أخذ خبزاً وشكر الله أمام أنظارهم جميعاً، ثم كسره وبدأ يأكل،
فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفساً. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر، على أن يتبعهم الآخرون إما على الألواح وإما على حطام السفينة. فوصلوا كلهم إلى البر سالمين. أعزائي، أواصل حديثي ودراستنا من سفر أعمال الرسل من جزيرة مالطا. بولس الرسول جاء إلى هذه الجزيرة كأسير، عندما رفع دعوى إلى قيصر وهو في سجن قيصرية. أبحر غربا، لكن طبعا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. السفينة كانت تتخبط بالأمواج الهائجة والمائجة، وطبعاً أخيراً وصلت السفينة إلى هذه المنطقة وانكسرت، لكن ملاك الرب وقف مع بولس ونجاه ونجى جميع الأنفس اللي كانوا معاه بالسفينة، 276 نفس زائد قائد المئة والعسكر. ويقال تاريخياً أن السفينة انكسرت في هذه الجزيرة. ترون خلف جزيرة صغيرة في نصب للرسول بولس، يقال إنه في هذا المكان انكسرت السفينة. مع أن بولس الرسول وصل إلى روما، لكنه وصل إلى قلب العاصمة الإمبراطورية الرومانية، وهذا كان سبب فرح له، لأن هذا كان وعد إلهي ورؤية إلهية ينبغي أن يتكلم في روميا. لم يكن يعلم ماذا سيحدث له، ولم يدرك أنه سيصل إلى روما كسجين، لكن تشجع بوعد الله، وتشجع أيضا برؤية الله، الرؤية اللي الله أعطاه إياها، وتشجع أيضا بالمؤمنين اللي قابلهن في منطقة روما، أجوا ورحبوا فيه. هذا طبعا رؤية المؤمنين كان بمثابة تشجيع لبولس الرسول، رفع من معنوياته وطبعا فرح روحه أيضا. رؤية أصدقاء هناك ومؤمنين من مختلف أنحاء العالم، اكتشف أنه ليس وحيد، بل أنه عضو في جماعة عالمية، كنيسة الرب التي تتألف من كل المؤمنين في جميع أنحاء العالم. واكتشف أنه أمام حضور الله بغض النظر إن كان حر أو سجين. واكتشف أيضا أن وعد المسيح وعد حقيقي، لا يكذب بل يتمم ما وعد به لتلاميذه وأتباعه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. كان المسيح أيضا مع بولس الرسول. وصل إلى روما، وهناك جاهر بولس حتى آخر لحظة، وتحققت الرؤية مع أنه كان سجين. استأجر بيت لنفسه، كان عنده نوع من الحرية أنه يتكلم بكلمة الله، فدعا اليهود الموجودين في روما حتى يتكلم لهم عن لماذا رفع قضيته دعوة إلى قيصر. كلمهم بكلمة الله، البعض قبل والبعض رفض، كما هو الحال في أي مكان
بيتكلم فيه بولس الرسول. طبعا في هذا السجن مثل ما ذكرت اتمتع بحرية، يعني كان مسجون في بيت، كان مربوط يده في يد واحد من العساكر، وكان الأصدقاء يزوروه في أي مكان ويهتموا أيضا في احتياجات بولس الرسول. ولأنه كان يتمتع بالحرية عدة أشخاص جاءوا وزاروه، مثلا تخيكوس جاء من أفسس، تيموثاوس جاء من لسترا حتى يزور بولس، وطبعا كان الكاتب يكتب الرسائل اللي بيتكلم فيها بولس الرسول. ديماس جاء من تسالونيكي ليزور بولس، وأيضا آخرون البعض ذكر والبعض لم يذكر، لكن في شخصية أريد أن أذكرها، يوحنا مرقس زار بولس من أورشليم. يوحنا مرقس اللي ترك بولس وبرنابا في أول رحلة، وكان في مخاصمة بين برنابا وبولس، لكن يقول أنه نافع لبولس وجاء واهتم ببولس. بعد هذه الفترة بولس ترك السجن، لكن أريد أن أقول أن فترة السجن كتب عدة رسائل أيضا، الله استخدمه، كتب إلى أهل أفسس، كتب رسالة إلى أهل فيلبي، إلى أهل كولوسي وإلى فيليمون. وعندما ترك السجن زار بعض المناطق مثل كريت وإسبانيا ومناطق أخرى، لكن بعد هذه الفترة ألقي القبض على بولس الرسول في أيام الاضطهاد الكبير في أيام الإمبراطور نيرون. اتهم المسيحيين بحرق روما، فابتدأ يجمع المسيحيين ويحرقهم ويعلقهم على صلبان من الخشب ويشعل بهم النيران، يقدمهم للحيوانات الجائعة، والكثير منهم قدم حياته تضحية في سبيل المسيح يسوع. أعزائي في الختام أريد أن أقول ملحوظة، إنه لوقا الطبيب أو المؤخر اختتم سفر أعمال الرسل بسجن بولس الأول، وكأنه يريد أن يقول إنه سفر أعمال الرسل لم ينتهي حتى هذه اللحظة. فكم من الأبطال وكم من الشهداء التي قدمت حياتها تضحية للرب يسوع المسيح، وأن سفر أعمال الرسل سوف يبقى إلى مجيء المسيح ثانية، كل من توج المسيح ربا وملكا على القلب والحياة. فالسؤال، ما الذي حرك الرسول بولس أن يتكلم بجهارة وأن يقدم حياته تضحية للرب يسوع المسيح؟ أولا أحبائي، حقيقة الرب المقام. فبولس التقى مع المسيح على الطريق إلى دمشق وهو ذاهب ليضطهد المسيحيين، لكن عندما لاقاه الرب غير حياته وأنار ذهنه وامتلأ بمحبة المسيح، وذهب لكي يكرز إلى كل العالم عن هذا الشخص الحي. شيء ثاني اللي بميز خدمة الرسول بولس، قال إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. إذن كان يتحرك بمحبة انسكبت في قلبه، محبة كانت تحاصره وتعانقه، إنه أن لا يتحرك إلا أن يتكلم بهذه المحبة. هذه المحبة تجاه النفوس الهالكة، العالم على حافة الهلاك، فأخبار الخلاص هي في شخص الرب يسوع المسيح. أكبر مشكلة في هذه الأيام هي مشكلة الخطية، والعلاج لمشكلة الخطية هو الإيمان بالرب يسوع على أساس ما فعله على الصليب من أجلك، مات على الصليب وأخذ خطاياك وقام من بين الأموات لأجل تبريرك. كل خدمة بولس شيء ثالث كانت إعلان مجد الله، الله لا يعطي مجده لآخر. وأريد أن أقول أحبائي، انتشرت المسيحية من خلال الاضطهاد ومن خلال العنف ضدهم، لم يقاوموا بل كانوا يحبوا، كانوا يسامحوا، كانوا يغفروا ويصلوا من أجل الأعداء. وإنه الغريب إنه مع كل هذا انتشرت المسيحية إلى كل أرجاء الأرض، لم ترفع سيفا، لم تضطهد إنسانا، لم تتكلم أي شيء سلبي على أي إنسان، لكن محبة المسيح كانت تملأهن وتغمرهن حتى يشوفوا مجد الله يعلن في كل مكان، لأنه ليس إله آخر في كل هذا
الوجود. شيء أخير أحبائي، بولس كان تفكيره في الأمور الأبدية. هذا العالم شيء مؤقت، هذا العالم هو رحلة نسير به إلى الأبدية. عزيزي، دعني أختم لك تلخيص حياة الرسول بولس في آيتين. قال في أعمال 20:24: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. وعندما كان في سجن روميا في الزنزانة في آخر لحظات من حياته، قال لتيموثاوس: إذن أنا أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فصح في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. اسمع ما قال في آخر لحظات حياته: فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي، أي رحيلي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكلير البر. إخوتي وأخواتي، ماذا عنك؟ هل حياتك بتشهد عن نعمة المسيح؟ هل حياتك بتشهد عن محبة المسيح؟ أم ما زلت خائف؟ أم هل أنت تبحث عن المسيح؟ أصلي من كل قلب إنه هذه الحلقة وهي الدراسة غيرت حياتك. إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار، يمكنك أن تتصل بنا هاتفيا أو تكتب لنا. أصلي من كل قلب إنه ربي يباركك ويلمس حياتك وتعيش لمجد المسيح. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن اسم المسيح. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو